كما أعلن رئيس امتحانات الثانوية العامة رضا حجازي أن 5 طلاب الثانوية العامة حصلوا على الدرجة النهائية في اللغات الأجنبية الثانية. التقرير اللي جاي لي من غرفة اتحاد طلاب مصر بيأكدوا أن لا شكوى من الطلاب تم رصدها إلى الآن، وأن الامتحان في ضوء الطالب المتوسط. اللغات الأجنبية الثانية اللي حصلوا على الدرجة النهائية 106,583. من كام بقى؟ من 541,996. عندنا يوم الأحد القادم بإذن الله 24/6، ده مهم بأكد عليه، يقوم طلاب الشعبة الأدبية بأداء الامتحان في مادة اللغة علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد الطلاب 245,386، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية العلوم الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي 249,608,000، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا بإجمالي عدد طلاب 108,838 طالب وطالب.